سنة حلوة سنة حلوة. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد، روتين جديد. نتمنى يا ربي الفيديو ديال اليوم يعجبكم. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لي لايك، كذلك الناس اللي كيشوفوا القناه ديالي لاول مره كنتمنى منكم تشتركوا في القناه وكنشكركم بزاف. وهنايا كما كتشوفوا كنصور لكم في هذا البريق. غادي تقول واش غتعمر القهوه ولا اش غادي دير؟ غادي نعمر اتاي في هذا البريق، تيقوني كيجي من اروع ما يكون. الناس جاو عندي وعمرت لهم اتاي في هذا البريق وعجبهم وتيجي لذيذ اتاي، وكذلك الفكره رائعه. اول حاجه كيبقى لينا البريق نقي، يعني ما كيكحلش نهائيا من الداخل. ما كنفكروش اش غادي نديروا ليه باش ننقيوه. انا غادي نجيب لكم ديال الضياف، يعني كبير تنعمرو الى جاو عندي الضياف. هذا عمرت فيه شي 4 مرات كما كتشوفوا، تيبقى نقي وما تيكحلش نهائيا من الداخل. نتمنى الفكره تعجبكم، وكذلك اللي عندها شي بريق بحال هذا بلا ما تخبيه خرجيه وعمري فيه اتاي. ونتمنى كما قلت لكم الفكره تعجبكم. وغادي نمشي دابا يا نعمر اتاي باش نفطر، باش نوض نستعد للشغل ديال الدار. صراحه الله الفطور ما درت شي حاجه كثيره. هنايا المحراج، تنموت على المحراج في الفطور. بطبيعه الحال اتاي المشحر، شويه ديال المربى وشويه ديال الجبن. هاد الجبن هذا طيبت اللبن، راه سبق لي ونزلته في القناه. وديال الفرماج كما كتشوفوا راه بوحدي اللي غادي نفطر، كلشي باقي ناعس. انا اللي كنفيق قبل منهم، ماشي كنفيق بكري، ما غاديش نكذب، يعني ما تنفيق حتى لديك العشرة، ولكن ديما انا كنفيق قبل منهم. وهنايا كويس ديال اتاي مشحر بداك البريق كما قلت لكم. غنفطر ان شاء الله وغادي نمشي نخمل واحد التخميله خفيفه للبيت تلفزيون فيها شويه ديال الغش. ما غاديش نخملها كما كندير ليها ديما، ولكن غير واحد شويه، لان الصراحه خملتها غير دابا. غادي نحيد داك الموكيط وغادي نفرش الزربيه، لان صبنت الزربيه ونشفت بغيت نرجعها. وغادي ندير لها واحد التخميله خفيفه فيها كما قلت لكم شويه ديال الغش. هنايا غادي نحيد كاع دوك المخده، غادي نحطهم هنايا، وغادي نحيد الفراشات، وكذلك غادي نحيد الطبله. هنا راه حيدت الفراشات، حيدت المخاد، حيدت الطبله كما كتشوفوا. صافي غادي ندير واحد تشطيبه عفوا لهذا الموكيط هذا. وقبل ما غادي قبل ما نحيد السدادر غادي نمشي للكوزينه نرد الغدا هو الاول. غنمشي ندير الطاجين ان شاء الله، طاجين ساهل غادي نوقف عليه حتى نحيدو. هنايا درت اللحم، خليتها تلقات شويه مع الماء، يعني ما كنديرش الزيت في الاول. من بعد غادي نجيب البصله، كنقطع البصله وحده، غادي نشلضها تكون رقيقه شويه باش تجيني المرقه هكايا تجيني خاتره وزوينه. وجوج غادي نقطعهم شرائح يكونوا يعني كبار شويه، ماشي مشكل. وبالنسبه لهذا الطاجين غادي نديرو بسلاوي، غادي ندير كلشي، يعني ما غاديش نبدا نشحر ونشحر، غادي ندير كلشي. غادي نشحر في الاول غير اللحم مع ديك البصله اللي شلط، وكذلك واحد شويه ديال التوابل، غير واحد شويه داكشي باش نقي السلاوي. ومن بعد كندير كلشي، يعني هذه هي الطريقه ديالي. وكنغطي عليه ونقص عليه ونمشي ان شاء الله نخمل التخمل ديال الغش كما قلت لكم. هنا قبل ما ننسى كنزيد جوج حتى ثلاثه ديال الفصوصه ديال الثومه يكونوا محكوكين. وبالنسبه لهذا الطاجين بغيتوا ديروا فيه مطيشه كديروا فيه مطيشه، ما بغيتوش يمكن لكم ديروا معلقه ديال السمن الحار، يعني حتى هو كيجي فيه زوين. هنا بالنسبه للطاجين غادي نزيد على اللحم البصله اللي كتكون مشلضه، وغادي نزيد التوابل اللي هي سكنجبير، كندير معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، او اللي يمكن لكم ديروا الدويمه ديال الزعفران الحر، شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. هادو هما التوابل اللي كنضيف، يعني ما كنديرش الكمون وما كنديرش التحميره. يمكن لكم كذلك الا عندكم قزبور حبوب مطحون يمكن لكم كذلك تضيفوه.
غادي نشحر هادشي غير واحد شويه مع شويه ديال الماء، يعني هنا ما كنديرش الزيت، من بعد عاد كنضيف الزيت. كنشحر هادشي كيما قلت لكم مع شويه ديال الماء، وكنحاولوا ما نخليوش العطريه تحرق. صافي غادي نخلط هادشي غير واحد شويه باش يعني ديك التوابل تنسجم ليا مزيان مع البصله واللحم، وغادي نغطي عليه نمشي نقطع يعني سلاوين نقيه، كنقشرو كنحيد ليه داك القلب ديالو وكنخليوه الشي اللي انا كتكون فيه ديك الزريعه. صافي ومن بعد غادي نجي ندير كل شيء في خطره، يعني كندير البصله وكندير السلاوي، غندير مطيشه وغادي ندير الربيع من الفوق كذلك. الا كاينه عندكم فلفله حاره الا بغيتو تضيفوها راه كتضيفوها. صافي هنايا راني نسيت راسي، بديت كنخلط ونسيت راسي واش كنصور. هنايا من بعد ما تشحر زدت الماء وزدت الزيت. صافي كنزيد ديك البصله اللي قطعت شرائح كنزيدهم من الفوق، وكنبدا نستف السلاوي، يعني غادي نستف كاع السلاوي اللي عندي كما قلت لكم. وغادي ندير مطيشه والربيع، ما بغيتوش ديروا مطيشه ديروا السمن. صافي غادي نتمرقوا يعني القياس ديال الماء وكتنقصوا عليه وسيروا كملوا شغلكم، انا غنمشي نخمل البيت. صافي هنايا بالنسبه للتلفزيون كما قلت لكم راه درت ليها تخميله خفيفه، كل حاجه قديتها ورديتها لبلاصتها، المخد قديتهم وكذلك الزربيه راني فرشتها وقديتها في بلاصتها هنا كما كتشوفوا. وصلتني الخضره هي غادي نقادها في الثلاجه. هنا بالنسبه للربيع اش كندير ليه، يعني الطريقه اللي كندير ليه هو كنجيب هاد البواطه ديال الربيع، غادي نفرش ورق النشاف وغادي نقطع الربيع. دابا الصراحه ما عنديش الوقت باش نسي، وغادي نحطو من بعد وغادي نسي. اش كندير، كنجيب الربيع كنحيد ليه الجهه التحتانيه، نحاولوا نحيدوا ليها الجهه التحتانيه، نحاولوا نحلو ما بين يديه باش هادشي اللي في التحت دوك الطريفات صغيورين يتحيدوا. وهنا غنجيب ورق النشاف، غادي نجيب ورق النشاف هانتوما غادي نحطو هنا، من بعد هذا غادي نغطي وغادي نغطي بهاد الطريف هذا. الصراحه كيحافظ على الربيع. هنايا غادي نجيب واخا هنايا كما كتشوفوا غادي نسي القزبر او لا المعدنوس عفوا في جهه والقزبر في جهه، وتيبقى يعني ما كيخسرش كيبقى. انا الصراحه كنستعمل الربيع بزاف وكنبغيه طري. دابا كنهضر معكم تنقلب على الموس، كنبغيه طري وهذا القزبر تيعطي واحد المذاق رائع للماكله، يعني تيعجبني بزاف القزبر. واخا تيقولوا بان المعدنوس صحي بزاف على القزبر، ولكن انا الصراحه كيعجبني القزبر في الطياب. هنايا بالنسبه نحيد ليه هذا لان صحيح الريحه رائعه انتما، لانه هو زوين تيعطي البنه زوينه في الماكله، راه دايرين ربطات صغار بلاتي عين. صافي غادي نستف الخضره ديالي في الثلاجه. هنا من بعد ما رديت الخضره في الثلاجه استفتها في الثلاجه، جيت نقاد كذلك النعناع، حتى هو عندي البواطه ديالو كندير ليها ورق النشاف كذلك. الا ما بغيتوش ديروا ورق نشاف يمكن لكم ديروا اكياس، حتى هي الصراحه كتحافظ دوك الاكياس كتحافظ لينا على النعناع وعلى الربيع، وكيداروا في البواطه تيبقاو نقيين وكذلك تتبقى الثلاجه نقيه. هنايا الطاجين راه صافي بدا كيطيب كما كتشوفوا. كنهز المرقه وكنسقي الفوق، يعني كنسقي سلاوي وكنسقي مطيشه.
باش كيجينا الطاجين بنين وكيجي زوين. هنا ما بقى ليه والو وجد تقريبا واحد ربع ساعه حتى نص ساعه غادي يكون واجدين ان شاء الله. هنايا الغدا راه واجد، غادي نخليه يبرد غادي نتغداو باش غادي نوجد مادلين. هنا الصراحه ما كنتش عارفه بان غادي اليوم غادي ندير هاد الحفله هادي، لان فات العيد النهار ديال العيد الميلاد ديال بناتي، لان انصاف ونعمه تزادوا في نفس التاريخ، والاب ديالهم بغى يفرحهم يعني دار لهم هاد المفاجاه هادي، وكذلك بغينا نفرحوهم لان جابوا نقطه زوينه فرحونا وبغينا كذلك نفرحوهم ان شاء الله. هنا كنقد مادلين، درت 4 البيضات، كاس ونص ديال السنيده، كاس ديال الزيت ما يكونش عامر، صافي فاني كندير واحد جوج فاني وكنخلط هادشي. يمكن لكم هادشي ديروه في مولينيكس او لا طحنوا هكا في الخلاط الكهربائي او لا الخلاط اليدوي يعني اللي بغيتو. كندير الكاس ديال ياغورت، غادي نفس الكاس ديال الياغورت غادي نعبرو اما الحليب اما اللبن. انا درت هنايا اللبن لان عندي، عندكم الحليب يمكن لكم كذلك تضيفوه. غادي نطرب هادشي مزيان، ومن بعد غادي نبدا نضيف الطحين شويه بشويه. هنا بالنسبه لهاد مادلين يمكن لكم ديروا فيه الليمون، اي حاجه يعني كتعجبكم يمكن لكم ديروها. هنايا غادي ندير 3 ديال الكيسان ديال الطحين، او حتى تنشوفوا العجينه كتجي عجينه بحال شي كريمه. كنعرفوا بان راه العجينه ديال الكيك راه هي هذيك. كذلك يمكن لكم تقسموا هاد الخليط هذا، ديروه النص ديروا فيه الكاكاو ونص خليوه ابيض، يعني يمكن لكم تفننوا فيها كيف ما بغيتوا. صافي كنطرب هذا الشيء مزيان، ومن بعد غادي ندير 3 الخمارات حمرين ديال 7 غرام. صافي هنايا من بعد ما درت الطحين كما كتشوفوا كنهز الخليط وكندير الخطوط، كيبقاو دوك الخطوط ما كيغبروش دغيا يعني تيبقاو باينين. صافي كنزيد الخمارات، يعني ديما انايا في اي كيكه كنخلي الخمارات هما الاخير. هنا ضفت 3 الخمارات حمرين، غادي نخلط الكل جيدا، ومن بعد غادي نجيب اكياس ديال المادلين. هنا بالنسبه لهاد الاكياس غادي نغلفهم بالكويختات ديال المادلين باش هكايا مره اخرى دوك الاكياس نستعملهم. كنجيب كاع داكشي اللي عندي كما كتشوفوا، من بعد كنغلفوهم كاملين بالكويختات ديال المادلين. غنستمر هكا حتى تنكمل كاع الاكياس اللي عندي. هنايا بالنسبه للخليط غادي نديرو في شي اناء اخر باش يسهل عليا دغيا نصبو في هاد الكؤوس هادو. كندير تقريبا جوج معالق كبار اللي كندير في كل مادلينه، وكما قلت لكم يمكن لكم ديروا نص فيه الكاكاو ونص خليوه عادي، او لا كذلك يمكن لكم ديروا هكايا طريفات ديال الشوكولات في لي مادلين، يعني يمكن لكم تفننوا في مادلين كيف ما بغيتوا. هنايا غادي نستمر حتى نكمل كاع مادلين اللي عندي. غادي نحط هاد الشيء كامل في الطاوله اللي غادي تدخل الفران، وغيكون الفران سخون على درجه 180، غادي نخليهم تقريبا نص ساعه وغادي نخرجوهم باش نزينوهم. بالنسبه للزين تيبقى على حسب كل واحد اللي كاين في الدار شنو اللي موجود في الدار. هنا من بعد ما درت مادلين في الفران جيت باش نسيق الدار. هنا درت واحد شويه ديال الصابون سائل وشويه ديال جافيل وسانيكروا. الصراحه تيعجبني نسيق بهاد 3 المكونات، يعني واحد الرائحه في الدار يا سلام. وكذلك تعجبني نكون محزمه ومقاده باش نسيق على خاطري، ولكن دابا مع التصوير غادي تفهموني. صافي من بعد كنديروا الشيطان مزيان، يعني تنحك مزيان وكنكرط.
صافي هنايا من بعد ما كنشيت مزيان كندير الشيطه وكناخد الكراطه كنكرط، من بعد كنشلل كنعاود نكرط من جديد. هنايا ما غاديش يخليوني نشقى على خاطري، ضروري انصف تبرزيت الله يعاوننا معاهم. وصافي صافي من بعد ما غادي نكرط بطبيعه الحال غادي نجفف، ضروري نجفو بالجفاف يكون نقي وناشف. هنا الصراحه الدار غادي نسيقها كامله، يعني كامله غادي ندير ليها هاد الطريقه هادي، ومن بعد غادي نمشي نرتاح واحد شويه باش نوض نكمل تزيين دوك لي كاب كيك او لا مادلين، يعني كيف ما بغيتو سميهم انا غادي نقدهم. هنايا بالنسبه للدار غنصور لكم الدار باش تشوفوا راني جفيتها كملتها حتى لاكور، يعني كل شيء جفيته وقديته. هانتي كتشوفي هنايا صافي، سمحوا لي راه تلفاتني بنتي، هانتوما كتشوفوا الدار راني كملتها صافي، يعني سيقتها كامله. صافي غادي نمشي نرتاح واحد شويه لان الحفله ان شاء الله ما غادي تبدا حتى 8، يعني باقي عندي الوقت. هذه الخمسة هذه كما كتشوفوا اللي مادلين من بعد ما يعني بردو كنزينهم بالياغورت، او لا يمكن لكم تزينوهم باي حاجه بغيتو، يمكن لكم لا كريم باتيسيير او لا كريم شونتيي، يعني تيبقى على حسب شنو اللي موجود في الدار. كذلك يمكن لكم تدهنوهم بالعسل او لا بالمربى وتزينوهم بالكوك او لا كاوكاو، يعني تيبقى كما قلت لكم اشنو اللي موجود في الدار. صافي غادي نستمر هكا حتى كنكمل كاع لي كاب كيك او لا مادلين، يعني كيف ما قلت لكم كل واحد اشنو كيسميوهم. غادي نقدهم في التفصيل فاش غادي نقدمهم ان شاء الله. وهنايا الصراحه ما كنتش عواله على هاد الحفله هذه، كون كنت عواله كون قديت لي كريب وكذلك لي طارت، يعني باش هكا نزين الطبله. هنايا خديت لي شنيك وخديت كرواسون، الصراحه خديناهم هكا من برا ما قديتهمش، وكنزينو بهم الطبله. بالنسبه للنفاخات راه البنات اللي قدوهم في البيت، وبغيت نتشاور معكم في هذا القفطان هذا واش نبتو ولا لا، نتمنى يكون باين لان الصراحه والله الا حرت بغيت نبتو وخفت لا نبتو ندم. يعني كنتمنى اللي عندها شي فكره تعطيها ليا وكنشكرها بزاف بزاف. واش نبتو او لا لا، كنحاول نقربو باش نشوفوه كيفاش داير. هو اللي غادي يلبس ان شاء الله في هذه الحفله هذه او لا عيد الميلاد، كما قلت لكم هي حفله وعيد الميلاد في نفس الوقت. وهنا بالنسبه لهذا القفيطين هذا غادي تلبسو سلمى ان شاء الله بحول الله، انا غادي نلبس داك القفطان وهذا غادي تلبسو سلمى. هذا بالنسبه لهاد الثوب هذا راه يعني خديته بداك الطرز اللي فيه، ماشي انا اللي طرزته. وهذا كنتمنى تعطوني الراي ديالكم فيه واش نبتو او لا لا. صافي هنايا حطيت الحلوه ديال عيد الميلاد، وهنايا القرعه ديال المناضه وكذلك العصير. غير بيناتنا الصراحه لان كما قلت لكم ما كناش عوالين على هذه الحفله نهائيا. صافي غادي نشطو مع البنات. وهذا هو الفيديو ديال اليوم اللي كنتمنى يا ربي يعجبكم. الى عجبكم ما تنساوش ديروا لي لايك للفيديو، كذلك الناس اللي باقي ما اشتركوش في القناه كنتمنى منكم تشتركوا في القناه، وكنشكركم بزاف. وما بقى ليا غير نقول لكم الى اللقاء والى حلقه مقبله ان شاء الله. قال لكم سيدي بدا طيح ليكم. قال لكم سيدي بدا ريحه. قال لكم سيدي بدا روحه. زيديكم.
قربي قربي شوفي 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 نعرف نعرف دابا شوف دابا اللي غي اللي غيخطا اش غنديروا لي انصاف اش غنديروا لي لا خسر اش غادي نديروا لي طب بغيت حتى تريمتي ضربو يلا كان سيدي مات زيديكم طيديكم دي بك اصفر صفق عليه صفق عليه صفق عليه اصلا قالكم سيدي مات زيديكم هيا هزا قالكم سيدي مات طيديكم قالكم سيدي رايحو وقفوا شكرا لك وقفوا كامل